رامي على الفيسبوك على البث المباشر يسأل شيخنا هل هذا زمن المهدي؟ لا، الذي يتوقعه أن المهدي لا يأتي إلا بعد قيام الخلافة الراشدة في آخر الزمان. الخلافة الراشدة في آخر الزمان سيقوم فيها 12 خليفة كلهم من قريش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيام هذه الخلافة في عدد من الأحاديث، وفي حديث نعمان بن بشير بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وسكت. ونحن الآن في مرحلة الملك الجبري، وستأتي بعده الخلافة الراشدة على منهج النبوة، والمهدي لا يخرج إلا عند موت خليفة، وحينئذ يأتي المهدي وهو آخر هؤلاء الخلفاء، وهو الثالث عشر منهم، جميل. وهو الذي يسلم الأمر إلى المسيح ابن مريم عليه السلام. فالمسيح هنا نزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق عند صلاة الفجر، يدخل المسجد فإذا الناس قد أقاموا الصلاة، فإمامكم منكم وهو المهدي، ولم يرد ذكره في الصحيحين في غير هذه الإشارة. فيقول له: يا نبي الله تقدم فصلي. فيقول: ما أقيمت لي. فيصلي عيسى مأموما لأن الصلاة قد أقيمت لغيره. وهذا يدل على أن المهدي إنما يخرج بعد فتنة عظيمة عند موت خليفة، والخلفاء لا يوجدون الآن، فلا يوجدون إلا عند قيام الخلافة الراشدة في آخر الزمان. جميل.